والله يا مختار، بالله يا مختار، صلى يا مختار، قران الله يا مختار. لان مباركه اما انا الان قارئ لمصلحه الوطن هي امتي الى كنت في الخطر عمودا. كما هيكي قول هلالي قول هلالي قول هلالي قول هلالي قول هلالي كاو كوديو كاو كوديو كور هرو تشري قول هلالي قول هلالي قول هلالي قول هلالي كما 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 مدن آدن عبد الله عثمان دعر وحو آمد حويني اوغو ري جمهوري دا سوماليا مركي حرن مدى قادتي سنة كيكون يسقال بغلي لحدن كي آدن عبد الله عثمان وحو كودشي تولد الجويل وكثير سنقبل كهيران سنة كو مركو آكون يسقال بغلي سيدي دي مدن آدن عبد الله عثمان الله نحريسته وحو أهامدي او عرور كلالما يسان دالنين آبيهن وحو كثير سنة دراويشتي سيد محمد عبد الله حسن إلا سنة كيكون يسقال بغلي لباتن كي إنه كل شيء محن كل هذا مارتج تول مقالي يروه قلو مارتج محن كل هذا مارتج جوي اللي يراد وقلو بلدوين قلو إنه كل شيء أبيسي هويس إني كرتاجن أستغير كدبنا مارتج يسوق جورين بيدوا أبيسي معلن كان نقضي وبيدوا مارتج هو وجوي كدبنا وشق باللابي وإذن كي تلياني xir ilayhiin oo ku yaalay bay iyo maxaa ku yaalay meesha leeyahay shabeelaha hoos inuu shaqo ka bilaabay marka adiga aabihiina adiga aabihi wuxuu ahaa wuxuu ka qayb galay dagaaladii sayid maxamed abd xasan maxamed abdullah xasan darawishti awu ha wuxuu aaday dagaalkii ka socday qowi درويشتها وأنا أقول أي لجوج هاي أبيه دشيت. مدن آدم عبد الله عثمان وحود على سيدات عرورة أوكال أهله ويلي يلعب قبضات وحين النقدين دقاتير إنجنيرو يدق على يهنو تاسو كدلت إنه أبوه تكون إنجري إني برتان وحدلك يدت كا وحتريا أوكا غيب قادنا يد اسمه حدل كان عرضن كا وحنا هذا نول تضبع عرور تاسي كم إذا يوحى أي سيد لين. أم أبيه الصومالي مركل ليه ومدحوني وجه ريه. ما يسكت سدوا حابع الأولانية
waxaan oranaya qoyskaas sideed daaruura waxaan maleenaya ila iyo shan inay ka soo jeedaan baxda caafimaadka oo dhaqaatiir iyo maareeyti inihiin inta kale engineer iyo inay abqaad engineer marka waxa tusaale ah guriga wax walba yaaleen ama waurtu yaaleen wax walba yaaleen arurtaas halkaas ka lugeyn jireen مدن آدن عبد الله عثمان وحو أها نين تدال بدن أو آد وجعلا وحبرشا دا إيه إنو نولشي سماريا وحونا وحكو بارتاي مغالا دا مغدوشو إساقو بارتاي كالكالي نمد عافيماتكا ما ملكا إيه دولدوانا غا ودك بأي دمو كبب الله إنو مركا سوو دوري تمن جيري لوي تمن سنة جيرو إنو كليغي سيزدبيروها فأودك وحوانين آنا نهيلين نسيب وعبئي هوي كورس دم وسن هبي أولاد أبي سحمه هيسن، وكان أولاد أسرع شقيسن جري. تلاقي أنا قلت سكري مرود يبوه. مدن عادن عبد الله عثمان مدحويني هو الرئيس الصومالي. وحسن تكون يسقال بقول سقال يلا بعثن كي شغلك هي لي مامل كي تلاقي أنا قا. ومدة بعدن أو شقينا يجي. سنة تكون يسقال بقول أفريقيا فرتن كي أيوم مقالة مقدسة أي ميدة. سو أو بيرو حسبي قبل ما دون كي أسبع إل. وحونا نقضي لمبرك صدنات حزب قاسي وحانا إسكن مر لديوان قلي إساقا إيا الله ونحريسته مرحوم عبد الله عيسى محمود أو أها لمبرك صدنات إيا الله باطنات إيكوه الرئي مدن آذن عبد الله عثمان أنا عبد الله عثمان وحو آخر بلدويني بلدوينو كسونا بلدوينو كشغيناي أو كنولا ولكن مرمر وحو صفر كو إيمان جري حمر حمر صفر دي سميت كمي دا أويني وحو لكو الميد لنيرا دي مركاسي آساستي هم أساس كده وداي أسوأ يعني. أنا من دقيستي أفكار تود ولا دعي. أسوأ محبة مكان شيء هو بحي بلدوين يكون نقضي صاحب بدي سو كل مي أو بلدوين هرب بلدوين لا أو شغال الجمعة تود بنو وين أيكم أيكم دي. هاي كيف هو شيء وحلو ولا أنا يرى نوع أساسها حمل وحي كو أساس شيء شمال يوث كلاب أو أفكار تود سيدا 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 أنت هاي. أنا كبيران ربع. والله دعي أفكار تود أفكار سوماليات في عن inaan ku biiraan rabaa wuxuu weydiiyey ma igula biiraysaan nigu daar nigu raacsan tiir ni raacsan ma ku darsan ah horta xisbiga saas ku soo galay saaxiibadiisa uu soo waday uu kaan marka leegal saas ay ku galeen waxaan qoray anuu yaani barweyno inaan qortaan uga soo tagay oo xamar ka qorto abdullahi eeshi asuuna yiri ii soo qor marka awalan leegadii waxaan ahaan uu nambarkii abdullahi baan ka dhigay nambarkii 92aad كوريس انت قرصي انا نمبر 300 بان نقدي تاريخ نوليدكا الله ونخريسته مدحوينيهني هوره ادن عبد الله عثمان ادن عده وحان كحسسن كرا وحا ان انت بدن غورغان كوسو كوراي انت بدن لوغي شيكسن جيري غورغان كوسو كرا وху اها غوري اي سوي مادان ددكي هورسيدكي ليغدا اس واي ال حيالي أبهي الله نحرسته وكمدها لأن يردي حلقن كصوغ الشيء ولدك على مجرته كميسية تريانيقة إستغي يكوي طوان وكجرو يا وحا لغوسو إيدي إني قال الله سو يبنان بحيو كسور جيدة لدكو أه مستعمرك كميسية تريانيقة وحا لغو حكومي صدّن صدّن سنة على الحكومي، مركي أي دم يستين ستة سنة، سجل سنة إن كل واحدة، كون سجل بقولحني كودي جولايو يا السود داي، كل واحد على وحي وحرنا إس وايلك، إن مركا وحيابي كهل جرين وحكم دها، وحيل الصومري هلقن كيل الصومري وحكال جرين، سيد الله ضج على متليانجا، تاريخه يجو دحي. dadkii halgamayaasha ahaa oo markaas sheekaysanayo reflection sameeynaayo soo xusuusanayo wixii dhacay halgankii la soo maray intii dhimatay intii loo xiray intii dhaqaale ku bixisay waxa soo idil marka waxyaabaha dhageyay ku soo dhici jiray waxa kamid ahaa markay ka hadlayaan aadan abdullah usmaan oo markaas madaxweyne ahaa inuu ku sifoobay ama uu ku adkaa mabaadiida ama afkaartii SYL oo aha midnimada Soomaaliya in la adkeeyo wadaniyadda la xoojiyo sharafka iyo karaamada ummada Soomaaliyeed inaysan gorgortin aysan gelin qabyaaladda
in laga fogaado ay tahay wax xun oo runtii dadka umada kala qaybinaysa ayna ahayd waxa mustacmarka uu isticmaalo isticmaalka uu isticmaalo si umada uu u qaybiyo oo u xukumo anigu waxaan ku soo barbaaray marka ee Soomaalidu ay raadinaysay inay xurriyad hesho inay shacarka leegada ay ahayd in wax la barto rag iyo dumarba wiilal iyo gabdho waxaan sidaa ugu horeeyay gabdhii ugu horeeyay ayaan ka mid ahaa iskool gala sanadkii 1900kii wuxuu mudane Aadan Cabdi noqday gudoomiyaha gobolka Mudug iyo wakiilkii xisbiga SYL ee gobolkaasi 1903kii ayuu mudane Aadan Cabdi u soo wareegay magaalada Muqdisho sanad kadib sanadkii 1904kii wuxuu noqday ku xigeenkii golaha la tashiga ama consiglio territoriale oo uu talyaanigu sameeyay markii dalka dib ugu soo noqday sanadku markuu ahaa 1909kii ayaa loo doortay inuu noqdo mudane Aadan Cabdi gudoomiyihii ugu horreeyay ee baarlamaankii dowladdii daakhiliga ahayd iyadoo uu xilkaasi hayay ilaa iyo 1 July sanadkii 1906kii from 54 ilaa 60 rool wuxuu ciyaaray weyn oo ahayd maxaa la yidhaahdaa in talyaanigii lala heshiiyo in talyaanigii la ogolaysiiyo inay election local ah galaan inay galaan election maxaa la yidhaahdaa in 56 election siyaasadeed la galaa oo adkaato oo xukuumaddii iyada u soo wareegtay in lagu dhaqmo siyaasad qabiileed ma aha Soomaali ay ahayd waxaa la programkeedu uu ahaa haddana programkaas waxaa hortaagnaa dhaqankii iyo culturekii Soomaalida oo qabiilku uu yahay maxaa la yidhaahdaa beeska noloshooda kolka wuxuu isku waday wuxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa ninkii Soomaalida isku hayay doorashadii ka dhacday Koonfurta 1909kii waxay ahayn 83% su'aal baa qaadatay shakhsiyaad baa indhamayn isu taagay oo doortay su'aal 38 leedahay buu qolo shan lahayd vice presidentkii ka qaatay ayuu ku sameyn jiray vice presidentnadii buu ku daray Cabdiqaadir Soobo waxa weeye Aadan Cabdi oo soo kamid ahaa odayaashii SYL xorriyadda dalka uu halgamayay uu kamid ahaa muddo dheer uu kamid ahaa daaqilka marka la qaatanay wuxuu ahaa ninkii loo doortay gudoomiyihii baarlamaanka daaqilka SYL oo u taagnayd in Soomaaliya la isku raadiyo lagana fogaado qabyaaladda dadkana wax la baro waxay muddo yar gudahood ku guuleysatay qalbiyada dadka Soomaaliyeed sanadkii 1984kii ayaa waxaa xaaladda koonfurta Soomaaliya ka wada hadlay 4 dowladood oo ku guuleystay dagaalkii labaad ee dunida kuwaasi oo kale ahaa Mareykanka, Midowgii Soofiyeeti, Ingiriiska iyo Faransiiska waxaana la go'aamiyay in muddo 10 sano ah ammaan ahaan loogu dhiibo koonfurta Soomaaliya dalka Talyaaniga arrinkaasina waxaa ka gilgishay ururkii SYL iyo taageerayaashiisa waxaana dhacay dibadbaxyo iyo kacdoonno dadweyne mudane Aadan Cabdulle Cismaan waxa uu ka mid ahaa horseedkii leegada ee diyaariyey in qaab xisbi siyaasadeed sharciyeysan Talyaaniga xukunka ay kala wareegaan amlaydiyo bilaawaa markaanuu da kala boodnay ayaantii hanoolaatadii kulub ku argoostay nin ilaahi caasiyey ragii dawrac ku idleeyey qalbaha bada kuigu gari daalinka eryaayey ayuu tay markuu yidhi ragii ka ismiqi waaayey afka labadii yaryadee markuu awlaxyada muujay مرحمين اني من شيك كري بغب فيها خايلي اولادي وغنى يدي مي عرمي جيبي اربي البقال كواري صغي لو ما انصدوي ميشي اباران ليد حيلك وابادي كذاري تدقاريد كفري قلق ونقوي واقع المدى دادتي يغوهن في غبة مثكلا
كاتر حميد إلا زورا تلياني بأسوان نقنعي ويكا حناقي وتلياني لبحية إنجريس الجوي تلياني لسوسي مندت أسرع إيمانا يسوان نقنعي مثل لاغدي ويكا عني إدتك البرنا وصو ما يدو تاغيري وكا عني كونغرس يقبتين إسوائلك كونغرس وكوني سغال بغل أفضل إسرع ولي انتوسن إيماني وهي تلياني عن صون نقنعي وكا مسرسوني أفس لأنسي يعني يونايد ميشي وهي أنسي إن مرتا هي اللي رأى أفس وتلياني الدولة ده إذا من الله وكل شيء هنا إمارات الصومالية تونسان دولة مهمة من مسكو في لاش إنجازيس بروقة كعي كونغرسكي وحا إيراد ذلك واحد بلادنا واتجعلوا مينا واتنمنا هنا وصانا يلينا إلى آخر وكل التجعل كساسا كونغرس كاسمان تلا في دي هذا عبد الله هرتيس اللي إحنا نقف بحر شيء اللي إحنا نقف هو كونغرس كوميتات سنترال عسكري دعيه يسقط كل سكوتيرا أسرع أود أن بيه أو حركة قاتل وهو يدي سؤال يعني وهذا قال لنا كل قول وادي منا هنا وفي عنده أوكي لكن هل سؤال خفيفة أيوة يدي وهو يدي محن مال وهاينا محن هو وهاينا وعن كل هذا قال لنا نيجي استقال كاس دان قال لهم هو سؤال معقول أوكي ما كنت دم بعيسكو نقدر نعرف تمشي مثل وصل عليه دولتنا أو أوروبيا أو أمريكا سواء قال له ساتو هذا قال له تعرض بعند أي حب يعني حنتي إيو يهو بقى مش جال وحقوف السري إماتك حد أي إيمانيا إن أي سنة إحنا تلياني صارنا قناة أي تاي وكالة يونايتد نيشن كا أي تاي أو طبعا سنة مدلسية طبعا كاسنا من هذا وش شيء إن أي تاي إن دتك صوماليات كرتيدو إي أودو إي أودها قبل نمرة سيد الله استعمال إلو أديك سنة أرمه هذا يوم معمولا كران لهو كارسني نين أستري عن باص دركا أبل كأنه يقولوا يغنى فرفران وانسلوتي الأورينجري نين كي مركو يمين مركا وحلا يلاش قاعدة مشهورة كدتك الصومالي ده هيسطها وده دور بصدح سنة يعني دريق قال هذا المرة لو تليان ونبضنا أبوه ودلك أيق فرانسيسكو برا تقول كقرب كقوة دك أيه هاي مركز على لك شقعدة هيسطها أغلبية الصومالي ده وأسوالكي أسوالكي بقصور ده هذا مركا وفرقة وحب برس أنا ها حاج محمد حسين الأورينجري حماري ها لكن تعليم بالضغط وحسب قفصة بقى قاتو مصر بو تعليم بالضغط أنا عدى أمريكا سيهياها وكل حقيقي بقى قليل دحي قدومية وقه أمريكا نيكي بركو يمي أنا عاد بلو كسو قرد عايو حي رساسان وشقين هذا أنا قوض الشقين أنا عاد لقليل دحيو شيريجي وحي رساسي تلياني لنوصو شقين هذا أنا شقين بحي هلقة فرنير لوصو مريسي وحقي قوبة لحي لباتكي جون كوني سقال بغولي لحذنكي وها عالنكي اوغو الرئيس سوماليات او حر اهلقة تاقي بيرت حرية داي مقالة دهر جيسا شان مال موت كدب او كوبايق نيد كودي جولاينا وها حروبي كوفورتي سوماليا سيداسنا وها كومي دوبي لبدي قبل اي واوينا اي كميتكا اها شانتي قيبود اي امبرياليستو او غيبيي امد سوماليات كودي جولاي او اسراعين وغوي كوفور وحي اهيد بلاوي قوشا اي رجال شعبك سوماليات مدن آدن عبد الله عثمان وحو نصيب ويا شيئين ونقضو مدحويني كواد اي جمهورية دحورتا اي صوماليا زود ايو كدوكي زود قلتنا وانغيو صومالو قران تاكتا زاكي نوغو الرئيسو اين سيدي لسيرين ايو اين قران انصحينين زد اخويق ايو مهرمو هدن زرغوني وانغيو زبر الله ايقام ايانغو زاري ميزا نفضايدو زاحر كي قلقوري زر ايو منوس قامو اين سيدو جنحي ايقو قان زيب قان زاري عرض مركو هوري اني ندوب نقنا مهيمو هو dalka uu hoggaamiya ka noqday ee uu madaxweyni koowaad ka noqday xaaladiisu sidee wuxuu ahaa dal qaybsan komisiyaal kala duwan kala haystaan dadku kala system duwan yihiin dadku aanay isbaranin oo qofka muqdisho jooga iyo qofka kismaayo jooga iyo qofka hargeysa jooga aanay isdhex gelin ayuu madaxweyni ka noqday oo looga tagay wuxuu ka tagay dal aan dhaqaale lahayn ayuu madaxweyni ka noqday dal aan system talan dastuur lahayn wuxuu horta halku ka bilaabay baba ahayd waxaan afka qalaad ugu from scratch halka ugu hooseysa waxa kale oo ajeeb ah dadku inaanay ogeyn Soomaalida inay birga aad u yaraan
مدهوين آذن عبد الله انتي او هاي مدهتني مدى الدلكة وحا اولي ساي عيدا مدى غلب كسيدا غارهان عيدا مدى عركة بدا اسلوب تا يسردون كا سيدو كالي وحو ديب او تايي عيدا مدي هوري اي بوليس كا يحوق الدلكة وحا نكتغي لحظة مية تطبادي دل دستور لي عيدا لي فليس لي عالان لي داد كيسو مدايسي هاي اسبرتاي institution iskii hay'adihii dawliga ah oo dhimidsan yihiin Somali Armed Force oo kobcay oo koocay oo dagaal ku guuleystay oo 64 oo dalka la qabsan lahaa oo ka guuleystay marka dalka uu madaxweynaha aadan ka noqday waa dalka taariikhdu ka tageena waa Afrika u tahay inaga oo kaliya ma aha Afrika u tahay taariikhda haba waxaan xasuustaa waqtigaas inaan dadku wax qabyaalada iyo wax kala hayb kala sooca ayna shirin magaalo walba inda ku nool in magaaladaas ku magacowney magaalo la kale leeyahay ma jirin waxaan ugu wacanaa xukunka markaas jiray Soomaali deeni hadii ay sinaatay Somali deni haday sinatay isu sama falkeena wadani yoseto isu sama falkeena wadani yoseto nin lagu saxda saxan ilbaad sida saxan nin lagu saxda saxan hasaxan saxan dastuurkii sanadkii 1916-kii sharciiga ugu sarreeya ee dawladdu ku shaqeyso waa dastuur u taagan heshiis bulsho iyo in la isku raaco qaabka ay noqonayso dawladda dalkaasi yeelanayo hadaba sanad ka dib markii uu madaxweynaha Soomaaliya noqday mudane Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cabde wuxuu muddo yar gudaheed ku diyaariyay dastuurkii koowaad ee Soomaaliya ay yeelato dastuurkaasi waxa 1916-kii loo qaaday laguna ansixiyay afti dadweyne lixdankii markii la gaarayna oo labada gool ay midoobeenna madaxweynuhu ku meel gaarka ah waa loo doortay ila koobii lixdankii waa dastuurka la ansixiyay markii dastuurka la ansixiyay doorasho galay isaga Shacal Jimcaan tartamay asaa ku guuleystay doorashada ila 67 madaxweynihii qaranka ah xilligaasi uu mudane Aadan Cabdulla Cismaan ahaa madaxweynaha Soomaaliya waxay marti gelisay qaxooti badan oo siyaasadeed oo ka soo kala haajiray dalalka Kenya iyo Itoobiya 1963-kii markii Kenya ay xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska madaxweyne Aadan Cabdulla waxa uu siiyay ikhtiyaar kukuwiyadii ka tirsanayd dhaqaaqii Maumauga ee ku noolay Soomaaliya mar hadii dalkooda uu xoroobay inay kala doortaan in haddii ay rabaan ay dalkooda ku laaban karaan iyo in ay Soomaaliya ku noolaadaan iyagoo heysta deganaansho rasmi ah. All Kenyans living in the Somali Republic, whether united for Mau Mau activities or not, will be given full protection. In fact, their existing status will not be changed unless they choose to do so. Dagaalkii 1946-kii intii uu xukunka hayay madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan waxaa dalka la soo gudboonaaday marxalada aad u adag oo caqabad ku noqday hanaqaadkii Jamhuuriyadda Jordanka ee Soomaaliya tusaale ahaan sanadkii 1946-kii waxaa dalka soo weeraray guutooyin iyo gaasas ka tirsan ciidamadii Xabashida oo ka amar qaadanayay Boqor Hayle Salaase dowladnimada Soomaaliya oo xilligaasi cusbeed iyo dalka oo ku jiray waqti doorasho ayaa dad badan geliyay warwar iyo dareen laakiin hoggaamintii wacnayd ee mudane Aadan Cabdulla Cismaan waxa ay keentay in Soomaalidu gacanna ay ku codeeyaan gacanta kalena ay dalkooda ku difaacdaan dagaalkii 46-kii Soomaalidu si geesinimo leh ayay dalkooda u difaacdeen guushiina ay u hantiyeen Ah, wangaranaye, ah, mantaga ga.
madaxweyne la jecel yahay oo dadku isugu mid yahay oo taariikh kula dalka ayuu ahaa Aadan Cabdulla Cismaan. sanadkii 1906-kii markii Soomaaliya xornimada qaadatay isla markaana ay israaceen goboladii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya isla ayna dhalatay jamhuuriyaddii koowaad ee Soomaaliya mudane Aadan Cabdulla Cismaan waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya xilligan dunida waxaa ka socday dagaalkii qaboobaa the cold war wadamo badan oo afrikaan ah oo xornimada qaatay xilligaasi waxaa gacan saar la yeesheen dalkii midowga Soofiyeeti iyo wadamadii shuuciga ahaa mudane Aadan Cabdi waxa uu muujiyey bisel siyaasadeed waxa uuna soo dhaweystay wadamadii dimuqraadiga ahaa. Dhanka kale safarkii uu madaxweyne Aadan Cabdi ku tegay dalka Jarmalka Galbeed waxa uu booqday aargada ugu caansan dalka Jarmalka ee loo yaqaano Brandenburg Gate oo ahayd aargada ka qaybisa dalalkii Jarmalka Galbeed oo xilligaasi ahaa dimuqraadi iyo Jarmalkii Bari oo shuuci ahaa. Xilliyadan mudane Aadan Cabdi booqanayay Bonn iyo Berlin aargada Brandenburg waxay astaan u ahayd xorriyadda iyo dimuqraadiyadda dunida. Waa maalmihii uu John F. Kennedy madaxweynihii hore ee Mareykanka isaguna uu booqday aarkadan uu ka jeediyey khudbadiisii caanka noqotay ay ahayd Ich bin ein Berliner waxaan ahay reer Berlin. Aadan Cabdi wuxuu sidoo kale booqday xilligaasi derbigii kala qaybinayay Berlin oo ahaa derbiga kala qaybiya cadaaladda iyo cadaalad darrada xorriyadda iyo xorriyad darrada maamul wanaagga iyo musuqmaasuqa. Madaxweyne Aadan Cabdi markii horeba wuxuu ahaa damal harweyn wuxuuna ku sii qarcay quruxda iyo qaayaha dimuqraadiyadda oo uu indhihiisa ku soo arkay wadamadii qaatay iyo horumarka ay ku tallaabsadeen. madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan allah u naxariiste waxa uu dalka Jarmalka la soo saxiixday heshiisyo waaweyn sida dhismaha booliska Soomaaliyeed waxbarashada iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha. mudane Aadan Cabdulla Cismaan wuxuu si nabad ah u wareejiyey xilkii madaxweynenimo wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay afrikaana ee doorasho ku yimaada xukunka doorashona uga dega markii laga helay tartanka. Waana sababta aan ciwaanka filimkeenna dokumentariga ah uu magac darnay aabaha dimuqraadiyadda Afrika The Father of African Democracy. arrintan ayaa caddaynaysa oo tusaale fiican u noqotay in dowlad curdin ah ay ku tallaabsato waddada dimuqraadiyadda taasoo dadka Soomaaliyeed ay aad ugu riyaaqeen hannaanka wacan ee dowladnimo ee ka hergelay geygeena Soomaaliyeed taasoo caruur iyo ciroolaba ku abuurtay inay kalgacayl ay u qaadaan
مدحوين الله ونعرست آذن عبد الله عثمان آذن عبد وحانو مرمر إيمان جرني ما شهد مدحتو إذا وحان حسنو لقاه إيقا قبتو آذو جعلا إنو حلو برتو ونوقا قصبي طبعا ذي سينتان كاركو حوي مالهين أنو عمر آذن نسو كلاس هين عمر آذن أو سيدي ويل مدحوينة أولا كليجي أما ولا ليه بابور لغو كينو أو معنى بابور روطة آذن عبد الله عثمان الله ونحرستو وحن حصوصنا هيا نوا يرير ومقالة الله يبضي الله يدع مقالة ديدي أنو كان هاي جريد ون الله يبضي بانشوقنا وحونا مغالي مدحوين هي سوماليا أي قبل إيمانيا ayagada gabiley anagu inay naga fogtay intii noo jirta ma garanayno arroor yar yar baan nahay wadadu ma qabsan gabiley halkee la mara halka wanaga jagacnidi anagu wada ka walo yar yar wa soconay dhaxda markaa joogno ayaa wala yar kale waa weyn yahay kuwa yaga yarara wa kici kari weyn markaan in odayo cagaf cagaf wati oo meel ku soo gabiley ku socdin baa war yar maxamed shadkeen waxa gabiley baan tageyna maxa ka doonaysan aadan abdullah usmaan baa imanaya leeyahay wanaag يا مركز النسوق هذاي جبلي أجار كده ما كانوا من القصر أنا كبحياء قلت جبلي أنا قلت دهلن يعني ماشي لي وعن لي مدحويني هي من دوري نوان لي I think إشتاني صوت الملان هاي هل كاب بيريرو بير ملو لي بير تحرير ده هذا أيا الله نوقو تلمامين وقدر لوقو سمايني جاك عبار ماشي كوني لي يا ده واحد مو ذنن أركي كرم وقتي مركزا حين داب باكوريكسن مدحوينها ودي لما سوق لكرو ولا نسوع لي ولا نسوع لي شكد انت اصلا ورتك حسنا سانو نقولنا ايو هابكي مركي دم هابقن كيجي محسوسني انا صون نقولنا وما قرنها لكن عاطفه مركات هلي وحيد من ادوين ضروري يرير اول يدي هذا عبد الله عثمان باكاي من مقدشو الكوي من جبل جقع صوتي واحد قران كرتا مركزا لا اسكو خدنا يا وناغ جيري يا ددكو سدو ودك وحيسو قبي يا أيوم بيرون تتر مامي سادي بروفسور محمود معلن علي توري رينك لو يغانو ولي ولا يغانو جامعة دي ومدة كلية الشرعية من أحكا عانجري وحاو يدور رمي إن ننكا سدقن كأولها لياب كالي أي كمدة هذا سبب مدحوينة إن عرورتي سمكة إسكول كآليان أو سنو أقل عانجرين قاري قاري إن بقاضو أو دي جرواعين راعان بشدة وأنا بس كا يا إذا وينو كان عيان قاعان وأنا سيدا يمشد أيجا لمت كا هي أرض إذا لمت كا سيدا ينولي هنا ونالان فحقلو يقول دري إن ويري مركي ودن كبربرك أو دري ما إنه ببريو إنه كوري واحد قصة براتين عن شرط يقرن قصة مالية هذا قصة براتين ودن ما بحكتان وأنا أقانتين أدرك وحكتان مدن آدن عبد الله عثمان مركو حلك كده جاي وحكوسي النجاري دلكي سهوية إسماعيلية إسمعنا ننتلياني آه كئيب سري بيركوت علي مشاني أودو دكان كجنا عليه أو كتر سنقبل كشاب على دهوسه تاسي أو هيد دكان كيس رسمي آه أو كود ولا إنتي أمريكي سكاد منايد داد بدن أي عجب جلي سي سيدا أو دلكي سي دتكي سأوج عليه إسمعنا مرارك قار لجو أركي جري جابها أي بولشدو إسقط معدو أما أي كأديكتان إسمعنا وحيدا نيلسعونين ونموجين يدتك قدرين يجرب رارعين إسلام مركزنا أي سنكم وغنين أما أموجي جرين بولشدي سا إسلويني وحيدا مركا اللي يابك الحاء أو خلفته أنا personally أنا أدوير سنة مشان ترى على أنا مركان فيلم كيس الرجالة بقى واحد نجهر يمين مدحوينه أنا عبد الله عثمان الله ونحرست وخسيب حياة وهذا وقى الله مركان كل كيس لابن بقى مركان حريرة ميل فوق كلا صعد أنا قاضنا إنه يهم بلوس إلى لا ويا كل كيس إما ما بيربع وصارني معوس مركان إلى تياتر كان ده وقى الله مركو تياتر كان كأنجرني ومدحتين يدوسي صعده وهالقد بوصل لقني الله ونحرست مدحوين أنا عبد الله عثمان waxa uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya taariikhdu markay ahayd 8 Juun sanadkii 2007 markaa adee anigu waa shaqeeyay intii sawirka waa shaqeeyay Ilaahay baa iga sareeyay laakiin wax ee ma gooni aan lahayn aan ahayn yani Soomaali inay isku mid noqoto
كدال وكتربوري وحنين مجرين هذا ما محل جبر كرام دحويني وغري دلك أنا صومالي آدم عبد الله عثمان ماذا هذا وصل رئيس دلك هذا حلك هيسا محيك أميسيهين ماذا أنا آدم عبد الله عثمان وهرتود حلك سوق بتي سيد آدم عبد الله عثمان إلهي هو نحرسه وأحفظه يعني أولها رجل دولي بوها إنه يندد دولي نقوله وحان حسوس آدم عبد الله إسكال وغيناي ماشى هذا اللي راه ذو دولة قبل كا شنامة كو أكتال شنامة وعلي جري شنامة كافيه ناتسونال شنامة حمر كل جيس أسوأ إسكال سعادة أيوه ماشى السجاي برايم منستر كوحة كل شيء عادية أيوه سعيد جري مركا الله النحرس تصاله وحويت صامال ذو ذيل إن تصاله كقاطو با ما بعدين سوى هاد إن ديمقراطية لو رقمه أو يعني وحول با عدا على ذي ديمقراطية لو رقمه هو يبقى ما ينور تشكل اللي تحكي لي هذا حكم إذا هو مثلا إن لو قد إذا مرت أيه حكم إذا هو واحد بدن نولش السياسة ده إيه ديمقراطية ده إيه وده نولان شه إيه وسقور ده إيه وده نجعلك إيه لقى برنكر إيوها مركو عندي كلا واحد يي إن لحصه لو قد إذا لفهمه دبع عديسة يستوى صار نقضيه وحوكلي وحوكذوي إن معناتها إن لو دران قوانا مناهج تسخلك خيلي غري مركا لك عبد الله يقولتي وحاليه كرا وحوبة هيا بوغاق لغا قرو واح بادان داد كلاس وجوغي أو داد بادان ولي كنو لهي أيا أباهان إن لغا قبطو بحال أساب سان نولشي آدن عبد الله عثمان مركا لغا حد ليو مدحوين آدن عبد الله عثمان maxay ka baran karaan madaxda maanta iyo madaxda barito ee runtii waxaan isleeyahay wax badan baa laga baran kara oo waliba ay u baahan yihiin jaamacadaha waliba kulliyadaha siyaasadu inay daraaseeyaan hoggaamintiisi habdhaqankiisi iyo habnololeedkiisi ba hoggaamintiisi waxa kamid ah dad squadka dulqaadka ee nolosha sida uu dadka tanaasulka xoolaha umada u ilaaliyo oo nacbaam Soomaasuqa qabyaalada oo waxa qofka ugu fogaa qabiilka nacab ayaa dadka Soomaaliyeed ee sugmid yihiin wax laga baran kara hoggaamin toolmoon oo toosan oo turxaan la waxa kale oo laga baran kara hab dhaqanka ee madaxweynaha laga rabo qoyskiisa wax laga baran kara caruurtiisa sida loo u koriyay wax laga baran kara simplicity ga inuu waxa qof tadaawuc badan oo isdhulrig badan oo oo ahaan aan dhibaato badnayn oo dadka dhibaateyn oo aan afkiisa iyo adinkiisaba laga nabadgalo waxa ugu weyn ee laga baran karaa aan isleeyahay waa dimuqraadiyadda iyo sida uu jeclaa xurriyadda xilligiisii aan weligii aan qof la xirin aan lagu xasuusan qof Soomaaliyeed la xiray sida uu ilaalin jiray sharciga iyo dastuurka iyo ku dhaqanka dastuurka ta ugu weyn aan isleeyahay madaxda mustaqbalka iyo madaxda maanta joogta iyo madaxda shalayba ay ka baran karaan waxa weeye in qofku soo qabtay xilka madaxweynaha inuu tusaale noqdo nabadda tusaale noqdo dadwadka tusaale noqdo Soomaalinimada tusaale aabe noqdo aabaha qaranka noqdo ayaa intii uu xilka hayay iyo intii dambe uu ahaa madaxweynihii hore ee uu janaalada ganaaba wuxuu ahaa aabaha umada Soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxa soo dhanba laga baran karaa mid waxa weey shakhsigiisa aabanimada qoyska ninkaas yaa kaga dayasho wuxuu lahaa tusaale uu hoose aabe wanaagsan ilmihiisa tarbiyad wanaagsan siiyey maanta ku jaamacaddan banaadir la yiraah cabdulqaadir baajaner waxaa nala joogay cismaan cabdulqaadir oo isaguna itaali waxuu iskula berinayaa jiray maxamed gabadhiisa oo caliye la yiraahdo waxay joogtaa toronto waa dentist dad wuxuu soo saaray ilmo waddankoodana wuxuu qabta mujtamac ay tagaana ka soo dhalaalahay waxaa lagu xasuustaa oo soo maray marxaladaha soo maray inuu ahaa runtii nin ku adag afartaas mabaadii iyo shanta mabaadii ay aaminsanaayeen halgankii iyo holwadeenadii iyo platformkii SYL oo ahaa midnimada wadaniyadda dowlad wanaagga sharafka Soomaaliya qabyaalada in laga fogaado waxaasoo idil runtii wuu ku sifoobay inaan ku faani karno inuu ahaa madaxweynihii Afrika soo maray oo ugu horreeyay oo ku yimid si dimuqraadiyad ah kuna tegey ama xukunka ku wareejiyey si dimuqraadiyad ah waana wax loo baahan yahay hadda naftigeed inaan ka baranno oo aan uga dayanno
iyo mabaadiidii SYL-ka naftigooda ay haysteen oo ahayd haddaan u baahanahay midnimo Soomaaliyeed haddaan u baahanahay oo baahi weyn u qabnaa haddaan u baahanahay wadaniyad bacdama muddo dheer ummadda Soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad loo qaybiyay in laga fogaado oo wadaniyadda la xoojiyo haddaa la rabaa in aan dowlad wanaag ka shaqeyno oo musuqmaasuqa dowlad waa ku duntahay waana soo aragnay khibradeedan waa leenahay aan ka fogaano iyo sharafka Soomaaliyeed in aanan gorgortan laga gelin iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed gorgortan aan laga gelin runtii wuxuu ahaa tusaale Aadan Cabdulla Cusmaan tusaale ahaa dadkana inaan xusuusino oo maskaxdooda runtii aysan ka bixin haddii la arko madaxweynahaas masuulkiisana macnaheedu waxay tahay halgankii la soo maray SYL soo martay inaan xusuusnaano dimuqraadiyadana inaan xoojino oo aan adkeenno inaan xusuusnaano marka runtii waa tusaale wax laga baran karo Allah u naxariisto madaxweynaheena hore Aadan Cabdulla Cusmaan jannadiisii in naxariisina But what are they? Boogie, oh, I don't know. Lifting, boogie, they could, but what are they?